هذه طبعا استهدفت كل الالعاب الاطفال الموجوده في الحديقه من صيانه واعاده تثبيت واعاده اختلاء والى اخره، وجبنا العاب جديده يعني العاب ان شاء الله تعجب المواطنين والمصطفين في مدينه زواره، العاب يعني قيمه جدا وذو جوده عاليه باذن الله. احنا حاليا في الموقع نثبتوا في الالعاب هذه ونركبوها، وكذلك في صيانه ل يعني شبكه الكهرباء من تغيير للاناره و يعني تتبيع بعض الاطباق الكهربائيه، كذلك نهايه الشط او شاطئ البحر